طردنا ولكن لم نستسلم. تحت هذا الشعار نصب الشابان اللبنانيان مارك ورودي فرن ساج وعصارة برتقال تحت إحدى خيم ساحة الشهداء. هكذا قرر الشابان التغلب على واقع فصلهما من العمل. مارك عاقبته الشركة على مناصرته لانتفاضة لبنان. أما رودي فحاله حال مئات اللبنانيين الذين فقدوا أعمالهم بسبب الأزمة الاقتصادية. قعدنا نفكر، قال لي عنده صاج بالبيت عنده مع عصارة، تنزل يا مارك؟ قلت له بنزل، ما عندي مشكلة نجرب. وهي كانت تاني نهار الصبح كنا نازلين على الأرض. من بعد ما شفنا كل هالسبورت، كل هالدعم، كل هالعالم اللي واقفة حدنا، عن جد اللبناني بس يوقف إيد بإيد مع خيو اللبناني كل شيء بيتغير. لا توجد إحصائيات حول عدد اللبنانيين الذين فقدوا أعمالهم، لكن خبراء اقتصاديين يؤكدون أن عدد العاطلين عن العمل بلغ ذروته عام 2019. أزمة اقتصادية لم ترخي ظلالها فقط على المؤسسات الصغيرة، فأحد أهم المجمعات التجارية أغلق قسما كبيرا منه على أن يغلق بالكامل الشهر المقبل. رفضت الإدارة التعليق على الموضوع، لكن إغلاقه يعكس عمق الأزمة اللبنانية التي تترك آلاف العائلات بدون عمل. النفقات التشغيلية على المؤسسة الكبيرة صحيح أضخم، ولكن قدرتها مفروض قدرتها الافتراضية على الاستمرار أكبر. إذا استنفذت قدرتها على الاستمرار أكيد ما فيك تعولي على المؤسسات التجارية الصغيرة. لهيك مستقبلا يعني إذا استمر الوضع على ما هو عليه بالأشهر المقبلة رح نشوف منتجات غايبة كليا عن البلد. صباحا استفاق اللبنانيون أيضا على خبر توقف الديل ستار عن الصدور بنسختها الورقية. الصحيفة التي كانت أولى الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية في عالمنا العربي أعلنت أن الأزمة الاقتصادية أطفأت شمعتها 68. يؤكد خبراء اقتصاديون أن الأزمة اشتدت مع بداية عام 2019، وسيعيش اللبنانيون تحت وطأتها لأعوام قبل أن يستعيد لبنان عافيته. غنو يتيم، الحدث، بيروت.